متصل آخر. أم يوسف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد بلا زحمة، يعني مختصر مفيد لكل ما موجود. يعني أنا بيتي راح يتحطم من وراء الرجال هذا، أنا إذا أكلت لهم الله يحاسبني عليه. دمر ولده، دمرني، دمر حياتي، دمر البيت، بيت ماله وفاق. هذا يمشي بحجاية، ذاك يمشي بحجاية، اسمه ضايف برا البيت، اسمه كل شيء. ما احنا مو انبياء، بس هو يعني اني ما اعرف شنو اسوي. اني اخاف من الله واقول الله خاف يحاسبني عليه، بس هيك شخص ما اعرف، يعني انا ما ادري، انا يمكن هسه في حاله شلون نقول فوضى، في حاله ياس. انا اتصلت لانه ما اعرف بعد وين تعبت، تعبوا واهلي، تعبت الدنيا. انا هسه انا اذا كنت خلاص الله يحاسبني، بس انا اريد اعرف. تقتلين زوجك؟ اي قلت له خلاص اذا هيك يظل يسوي هيك وياي ويا ولدي، وهيك مخلينا ملطخه للرايح والجاي، وياه يجي يهين بينا، وياه يجي يعد علينا، وياه يجي يغلط علينا. من يعني ام يوسف يعني ماكو طريق للخلاص من عنده وخلاص من مشاكله. ما يقدر يطلقني، ما يقدر، حتى تقوم الدعاوى علي ويروح ويقول ما اطلق. واضح واضح. حياكم الله اخت ام يوسف، حياكم الله. بارك الله. نعم عبد الهادي تفضل. الاخ عبد الهادي تفضل. نعم الله يسعدك سيدنا، حياكم الله، يعطيك الصحه والعافيه. بارك الله فيك، سلمك الله. الشهاده الوسطى يعني اثناء الصلاه، الشهاده الوسطى اثناء الصلاه. الو سيدنا اسمعك. تشهد الوسطي، ايش في تشهد الوسطي؟ الله يحفظك. الشهاده الوسطى يعني بالصلاه، يعني يصير واحد يقول اشهد ان عليا ولي الله. هل تصح الشهادة الثالثة؟ هل تصح الشهادة الثالثة في أثناء الصلاة؟ واضح. واضح يا عبد الهادي، حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرتضى تفضل. الأخ مرتضى تفضل. الو السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك مولانا؟ زين ان شاء الله. الله يبارك فيك، حياك الله. الله يعافيك ويخليك ظفر ان شاء الله. يعطيك العافيه، تفضل. مولانا بلا يمر عليك، احنا ناس بالريف وعندنا حلال. نعم. نعم الله عليك، وعندنا حلال مشخصينه للامام الحسين، سلام الله على الحسين، بليله العاشر، ليله الطبق، نذبحها، هل جايبا نذبحن؟ بني. الاحمر رواجيك، وعندنا حلال ويا المخبوط ما نعروف، وذاك اليوم جلبنا طلع واحد من الذبايح من ذن اللي بشخصينهن. عفوا، هذا الحلال اللي انت تقول مخصص الامام الحسين، شلون يعني خصصته؟ بنذر، بيمين، بعهد؟ لا مولانا، طلعته من حلالي، مثلا تقول 10 7 شيء جايب من ذني مشخصات بنات الامام الحسين بيت العاشر نذبحن. حبيبي شلون شخصت؟ يعني قلت هذه وهذه 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 هالشكل؟ اي نعم، ذن مثلا نقول ذن حلال حسين، شي يجيب ذن ثواب الحسين، شي يجيب نذبحن. شي يجيب نذبحن. وبعدين صار من عنده همين. بعدين صار خطا انه وحده من عندهن بعتهن وانت ما تدري هالشكل؟ ذبحت دعتها يا حلالي، بعتهن ما ادري بيها، وسع فلوسها يا عندي وما اقدر شو بدي اسوي. الله يبارك فيك يا مرتضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخت أم يوسف تقول: سيدنا زوجي حطم أحلامي وحطم البيت وضيع مستقبل أولادي ومستقبلي، فهل يجوز أن أقتله؟ وهذا كلام عاطفي، يعني كلام انفعالي. لا يجوز الإنسان أن يقتل أحدا بأي شكل من الأشكال إلا إذا كان مهدور الدم، ومهدور الدم هو الحاكم الشرعي يحكم بذلك. من مهدور الدم؟ أشخاص على حال، القتلة، القطاعين الطرق، أهل ما أدري الانحرافات والجرائم، هذه بعد لها أحكام شرعية الحاكم الشرعي. أما أنا والله متأذي من فلان، أو فلان مأذيني، أو مضيع علي أحلامي، أو ما أدري سارق أموالي، يجوز قتله؟ لا يجوز قتله.
قتل المسلم ما يجوز أصلا، وغير المسلم أيضا ما يجوز قتله، لا يجوز قتله. يقول سيدنا مو هذا أذاني، خلص روحي على حال ارفعي امرك للحاكم الشرعي، قولي له انا ما داعي شويه هيك الرجال، الطلاق افضل الحلول الشرعيه، واحد يخلص منه. مو انه انا لو اقتله لو على حال شنو لو ابقى وياه، لا يمكن انه لا ابقى وياه ولا اقتله، وهو شنو اطلع عنه اطلب الطلاق وما الى ذلك. وهذا الكلام ليس كلاما صحيحا، وأرسل الله سبحانه وتعالى أن يهدي زوجك ويهديك ويريح بالك إن شاء الله تعالى. الأخ عبد الهادي يقول في التشهد الوسطي، في التشهد الوسطي اللي هو بعد الركعة الثانية قبل القيام للركعة الثالثة، نقول الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته، مو هالشكل، وارفع درجاته. يقول في هالتشهد الوسطي التشهد او الشهاده الثالثه، يعني شنو نقول؟ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان عليا امير المؤمنين اماما بالحق مثلا، هذه ايضا يجوز في اثناء الصلاه او لا؟ مشهور الفقهاء لا. مشهور فقهائنا يقول التشهد الثالث، الشهادة الثالثة، الشهادة الثالثة لا تجوز في الصلاة، لا تجوز في الصلاة. في الأذان نعم، في الأذان من باب الإعلام ومن باب أنه صار شعار الشيعة لا إشكال فيه. شنو لا إشكال فيه؟ هل الشهادة الثالثة من فصول الأذان؟ لا، مو من فصول الأذان، ولكن ذكره والقول به لا إشكال فيه باعتبار صار شعارا، صار شعارا. أما أكو دليل شرعي على أنه هذا من فصول الأذان؟ سماحة الأعلام جاء أتكلم فتوى شرعية، مو إعلام ومو خطابات ومو تهريجات، مسألة شرعية. ارجعوا إلى علمائنا، مشهور فقهائنا يقولوا أن الشهادة الثالثة في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد الوسطي، طبعا في الأذان والإقامة ليست من فصول الصلاة، من فصول الأذان، وإنما يجوز ذكره من باب ماذا؟ من باب الشعائرية. أما في أثناء، في أثناء الصلاة تشهد الوسطي أو التشهد الأخير، سماحة الأعلام لا يجيز ذلك ويعتبرونه كلام زائد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرتضى يقول احنا في الريف ولدينا حلال، وبعض الحلال انه احنا مخصصين للإمام الحسين واختلط علينا هذا الحلال، شو نسوي؟ اخي الكريم، اخي الكريم، اذا انت مخصص على انه حلال او كذا، هذا من باب النذر، من باب اليمين، من باب العهد، تقول لا، لا عهد لا يمين لا نذر، هذا عليه حرب كيف تلتزم، جيد، ما تلتزم هم ما عليك اشكال، بس يقول لا اختلطت علي شو اسوي انا، والان وحده من عندهن بعتها وفلوسها موجوده، تقدر تاخذ فلوسها على حال تعوضها بوحده وتذبحها ليله العاشر كيفك، هذا امر يرجع اليك، هذا امر يرجع اليك مو واجب عليك.